متتبعي قناة سان فاس باريس، مرحبا بكم وعيدكم مبارك. سعيد في حلقة جديدة من برنامج كازا سيتي. نستضيف السيد عبد الصمد البيار، الكاتب العام لجمعية تنسيقية متطوعي لسيتفا. الموضوع هو نناقشوا معاه الانتخابات الجامعية والبرلمانية اللي غتكون في 8 شتنبر 2021. مجموعة من الأحزاب السياسية اعتمدت على الوجوه القادمة من أجل خوض الانتخابات 2021، الأمر الذي يثير يعني مجموعة من الغضب بالنسبة للعديد من الشباب الكثير من المناطق على مستوى مدينة الضربة، اللي تيقولوا على كان على الأحزاب السياسية أن تعتمد على وجوه جديدة من أجل خوض هذه الانتخابات هذه. من أجل مناقشة هذه القضية دي كما قلت تنستضيفوا السي عبد الصمد البيار. السي عبد الصمد البيار مرحبا بك. شكرا جزيلا ومرحبا بك، وأولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فعلا كنشكركم على الدعوة الكريمة ديالكم أستاذ، ومرحبا بالاسئله ديالكم. كما قلت في التقديم، مجموعه من الاحزاب السياسيه اعتمدت على الوجوه القادمه لخوض انتخابات 2021. هاد الاحزاب السياسيه يعني فاش تعتمد على الاحزاب السياسيه باش تضمن المقاعد سواء على منتخب الجماعات او الجهه او البرلمان، بالنسبه لك انت كيفاش تشوف هاد الامر؟ اولا استاذ، بالنسبه لي انا المشهد يكاد يناقض ما تدعو اليه الدوله على العموم. فالدوله تدعو الى اشراك الشباب في المنظومه السياسيه و فتح الفرق والآفاق للشباب المشاركة في العمل السياسي. للأسف نشاهد أن الأحزاب السياسية كما دابت دائما فهي تقوم فقط بتزكية الوجوه قديمة وأعيان، وشخصيا أراها وجوه مستهلكة انتخابيا. ولكن مش تشوفش أن من حق الأحزاب هذه تعتمد على الوجوه القديمة؟ علاش؟ لأن الناس خبرت العمل السياسي، وأن هذه الأحزاب خصها يعني في الأول وفي الأخرى خصها تضمن مقاعد في سواء في الجماعة أو الجهة أو في البرلمان. شخصيا أستاذ أرى أن الأسبقية هي إعطاء الشباب الفرصة من أجل أنه يشارك في العملية الانتخابية، من أجل ضمان أننا نتغلبوا على ذاك العزوف في المشاركة الانتخابية. ما يمكنش أنك تدعو الشباب أنه يشارك في ككتلة ناخبة وفي نفس الوقت ترشح لي وجوه قديمة. إذا رأى مسألة ثقة، الناس اللي فقدوا الثقة فيهم شحال هذه، ما يمكنش أنك تعاود تأمبوزيهم على الشباب هذا باش أنهم يعاودوا يصوتوا عليهم. يعني بالنسبة لك أنت خاص الأحزاب السياسية كان عليها تعتمد على وجوه شابة وجديدة في نفس الوقت. تماما، إلا بغات تنزل السياسة المولوية القاضية بإشراك الشباب في العمل السياسي، ما يمكنش أن الشباب يشارك في العمل السياسي إلا كان شاف أن الوجوه القديمة ما زال كاينة في أرض الواقع. يعني مسألة ثقة بالأساس. ولكن هذا الأمر ما تتعلقش بالمغرب، يعني مجموعة من الديمقراطيات العالمية اللي تتعتمد على الوجوه اللي عندها خبرة في المجال السياسي. أولا أستاذ، إلى بغينا نقارنه يجب أن تقارن مش مسألة السن أو مسألة هذه، إنما مسألة كفاءة. فمثلا تحدث الدول الإسكندنافية فكنلقوا أن حكومات تتشكل من شباب من سن 26 الى 35، الشيء الذي نفتقده الان في مثلا نحن في الحكومات ديالنا. واش هذه الاحزاب السياسيه بعدا كتقوم بالدور ديالها في عمليه التاطير تاع الشباب باش توجدهم بحال هذه المناسبات؟ ولا شك انكم كتعلموا على ان كل حزب سياسي الا وعنده واحد الشبيبه ديالو اللي كيقول لك على اننا كنطروه وكنوجدوا العمل السياسي مستقبلا. شخصيا ارى ان هذه الشبيبه هي عباره عن سياج وعباره عن واحد القفص يحد من الشباب. يعني كيشدوا هاد الشباب هادو كيوضعوهم في واحد السياج ديال شبيبه الحزب من اجل انهم كيبقاو دائما في الصفوف الخلفيه. حنا بغينا الشباب انهم يكونوا في الصفوف الاماميه، ما بغيناهمش يكونوا في الصفوف الخلفيه. ما بغيناش نفس الوجوه تكون هي في الصفوف الاماميه والشباب وسيله، راه حنا كنأطروا الشباب ولكن راه الدفع بهم للواجهه ما كاينش. لحد الساعه بعض الاحزاب السياسيه مازال تتحفظ على باش تخرج اللائحه ديالها ولا اللوائح. بالنسبه لك تشوف الامر عادي ولا ماشي عادي؟ هي كلعبة سياسية، فهي بعض الأحزاب الله يهديهم كيقولوا على أنهم يعني لا يجب الكشف على الأوراق من خلال يعني تطبيق المبدأ ديال الصراع السياسي. ولكن أرى أن الشفافية والديمقراطية تقتضي عليهم أنهم يوضحوا المسائل ديالهم، يوضحوا المسائل ديالهم في الخصوص هذا، يبينوا الناس اللي غيرشحوهم فين هما البلايص اللي غيرشحوهم، يعني الشخص يكون محسوم فيه قبل. بالنسبة للحزب اللي تيحكم دابا مدينة الضاربة، اللي تيوجد على مستوى رئاسة مجلس المدينة وأيضا على الحكومه بدوره، هو باقي ما حسمش في هذه القضيه بمبرر ان عندهم واحد المسطره تنظيميه التي لا بد من احترامها. يعني وهو حتى هو كحزب سياسي يعني داخل في هذا الاطار هذا ديال انه يعني تجنبا
الكشف اوراقه السياسيه واوراقه كنقولوا حنا اللي غيقدر انه كيقول انه يقدر يربح بها المقابله السياسيه في الاستحقاقات القادمه. يعني حتى هو كينهج نفس النهج ديال الاحزاب الاخرى. بصفتك يعني انت الكاتب العام تاع الجمعيات تاع تنسيقيه المتطوع لساسفا، هذه منطقه لساسفا ما تشوفش بان الظلمات انتخابيا، الظلمات انتخابيا خاصه على مستوى يعني ما بقاش عندها واحد جماعه مستقله بذاتها ولا تابع الجماعه الحي الحسن او يعني مقاطعه الحي الحسن. اشكرك استاذ على السؤال هذا، يعني سؤال بالغ الاهميه. مقاطعه الحي الحسن اللي كتضم منطقه لساسفا فيها، ومنطقه لساسفا هي واحد المنطقه كبيره في واحد الحي الصناعي، ثاني اكبر حي صناعي في منطقه الدار البيضاء، بالإضافة إلى أنها كانت بلدية مستقلة قبل الانضمام إلى مقاطعة الحي الحسن في التقسيم الترابي الجديد. منطقة اللي شاسعة ولا زالت تتوسع. هذه المنطقة هذه دائما احنا كجمعويين وكفاعلين جمعويين وكشباب ديال المنطقة دائما ما كنا ننادي بتقسيم هذه العمالة إلى عمالتين. وكان لي شخصيا لقاء مع رئيس مقاطعة الحي الحسني واشتكى من أن ما يعوق سيرورة العمل دياله في المنطقة هو شساعة هذه المنطقة هذه، وأبدى رغبته أو أنه أخبرنا أنه قام بمقترح من أجل تقسيم هذه المقاطعة إلى مقاطعتين. أرى شخصيا أن هذه المقاطعة أن الحل من أجل النهوض بمنطقة لساسفا هو أنه تقسم مقاطعة الحي الحسني إلى 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 عمالتين أو مقاطعتين، مقاطعة لساسفا ومقاطعة الحي الحسني. هذه منطقة لساسفا الأخ كما قلت شرشي أنها عانات الأمرين، ونحن كشباب دائما ما قلنا أنها تعاني من تهميش، ومشينا كاع لحد القول أنه تهميش ممنهج. لأننا لا نشاهد أي مظهر من مظاهر التنمية البشرية أو لا الحضارية بهذا الحي هذا أو وصلوا الترامواي اللي سيسوا. وبالرغم أستاذ أنه كيسيون ديال الترامواي، يعني نقدر نقول لك على أن الشركة عرفاش أن تما كاين واحد الكثافة ديموغرافية اللي غادا تعمر لها الجيب ديالها، ماشي مسألة خدمة المواطن، ولكن كنهضر مثلا على ملاعب القبر، على القرب، على عفوا الحدائق، على المتنفسات، على مثلا دور النساء والأطفال، مراكز معالجة الإدمان، ولا سيما احنا في حي شعبي اللي كيعرف ارتفاع نسبة الإدمان. هاد الأشياء هي اللي بغينا احنا تكون عندنا في حي ديالنا. يعني بالنسبة لك لساسفا منطقة محقورة على مستوى الدار البيضاء؟ تماما محقورة 100% في منطقة الدار البيضاء، لا تحظى بأدنى 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 اهتمام من طرف جماعة الدار البيضاء على العموم ومقاطعة الحي الحسني بشكل رئيسي. أشنو الرسالة تقدر توجه للأحزاب السياسية اللي كاينة الآن دابا في منطقة الحسني، وخاصة اللي كاينين في منطقة لساسفا؟ بالنسبة للأحزاب السياسية اللي ناشطة في منطقة لساسفا، الرسالة اللي كنوجه لهم هي أنه راه كاين شباب باغيين يخدموا، باغيين يترشحوا، عندهم شعبية كبيرة في المنطقة، راه إلا اتحدوا وشي حزب كان باغي يخدم معاهم ويعطيهم تزكية، فلا شك أنهم غادي ينالوا على حصة الأسد من أصوات المنطقة ديال لساسفا. كفى من ترشيح الأعيان والناس اللي نقولوا أوراق المحروقة والناس اللي فقدوا المصداقية ديالهم خلال السنوات الماضية، أدعوهم إلى من كل قلبي أنهم إلى إشراك الشباب وفتح المجال امام الشباب لتحمل مسؤوليه المنطقه. مشو الموضوع اخر هو الحصيله تاع مجلس الجماعه تاع مدينه الدار البيضاء. هناك يعني قراءتين لهذا الموضوع. القراءه الاولى تقول بان الناس راه داروا الماموريه اللي عليهم، وبان الدار البيضاء راه زادت لقدام، كاين مجموعه من المشاريع التنمويه اللي عرفها الدار البيضاء. راي اخر تقول الامكانيات المتاحه لهاد الناس هادو ما عمرها غتاح وما عمرها تاحت لاي مجلس جماعي، وبان الناس فشلوا في التجربه ديالهم. انت فين تتميل؟ شخصيا ارى ان مجلس الدار البيضاء يعني قام مجهود كبير صراحه، قام ملي كنشوفوا حمله هذه الانفاق وهاد الانجازات وهاد الحدائق اللي تم اعاده الفتح ديالها وتاهيل ديالها والمشاريع ديال الخطوط الترامواي، وهذيك نقول ان المجلس قام بالواجب ديالو، ولكن راه دائما هناك انتقائيه في 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 المناطق اللي كيخدموا. مثلا المناطق كسيدي مومن، كليساسفا، كالولفة، نهضروا على الوفاق، نهضروا على مناطق كالشعيبات وكهذه المناطق اللي هامشيه في الدار البيضاء، راه ما خداتش حق ديالها من هذا المجلس هذا، وراه ظلمها بزاف. يعني هذيك سياسه القرب اختفات مع هذا المجلس تماما، وكانت هناك انتقائيه في بالنهوض بالاحياء والبنيه التحتيه في الاحياء. المشاريع الكبرى بقات كزاف في وسط المدينه، المعارف تماما تماما، وهي عباره عن المشاريع اللي كتخدم المدينه العموم وليس مواطن بصفه مباشره. يعني خاصه هذيك سياسه القرب يتم التنزيل ديالها على ارض الواقع من خلال من بعد الانتخابات تاع 2021. تماما تماما تماما. شكرا سي عبد الصمد، شكرا جزيلا على قبول الدعوه، وعيد مبارك وسعيد. العفو استاذ، بارك الله فيك. متابعي قناه الفاس بريس، الى اللقاء في فرصه قادمه في حلقه جديده من برنامج كازا سيتي.